مرحبا معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، نقدر نفوت عمو؟ حياكم الله، تفضل يا معلم. أنا مرض ضمور عضلات بشكي، أنا وإخواني، وأنا بزحف على الأرض، يعني على الحمام بزحف زحف، على المطبخ زحف، يعني وين مكان بزحف زحف، وعلى الكرسي بدي حدا يحملني ويحطني على الكرسي، وحدا يجي ينزلني من الكرسي وبشكي، وما بقدر إني أوقف مثلاً على الغاز أو أعمل شغلات تانية، يعني بدي خدامة، وهذا المرض نتيجة جواز أقارب، يعني إنه أمي وأبوي ولاد عم ولاد خال، والدم نفس الإشي، وكتير رحنا على دكاترة بقولوا إنه علاجكم ما إله، مرضكم ما إله علاج. الوالدة مشكلتها أنا بتشكي من مرض سكري، وعندها بالشبكة مي زرقة بالعيون بعيونها، وعندها تقرحات جلدية واكتئاب نفسي. وطبعا رائد اخوي بحاله انه ضمور عضلات نفس الوضع، وايمان بضمور عضلات. ابوي بيشتغل قاعدين مدرسه، ابوي بيصرف علينا باكلنا بشربنا باي شيء. ابوي والله راتبه بالوقت الحالي 285. لا والله ما بكفونا، نحن بندفع اجار بيت 150 وبندفع كهرباء ومي. قدرنا من خلال صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية مدير الزرقاء بالاطلاع على الحالة ومعرفة كافة الاحتياجات. احنا في الواقع كوزارة التنمية قد نكون بصندوق المعونة الوطنية ملزمين بتقديم معونة نقدية لأسر لا دخل لها، لكن هذه الأسرة وإن كان الوالد يقوم بالعمل وأيضا يتلقى راتب شهري، وبالتالي هذا لا ينطبق عليه تعليمات صندوق المعونة، فوجدنا أنه إحنا كوزارة دورنا أيضا نتلمس هذه الاحتياجات، خصوصا وأنه الأبناء بنات هذه الأسرة لديهم إعاقة، وهذا لا يمنع من أيضا أنه إحنا كوزارة التنمية نتلمس هذه الاحتياجات ونقوم بتقديم ما نقدر عليه. هي في الواقع مش هدايا، هي احتياجات الأسرة بتحتاجها. تقدمنا في مجموعة احتياجات احنا وفرناها، وزيارتي جاءت حتى أنا أطلع بشكل مباشر على ما يحتاجوا كأسرة، وبإذن الله سواء الوزارة أو الحكومة أو أهل الخير نوفر هاي الاحتياجات.